مشاهدينا، أخبار الثامنة من الموريتانية وأبرز ما فيها الليلة. جلسات الحوار الوطني الشامل تتواصل في قصر المؤتمرات، وورشاتها الأربع تناقش مختلف الاهتمامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن. نواذيب تحتضن ورشة تحسيسية لعرض العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمن الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها بلادنا في مجالات حقوق الإنسان. وزير الخارجية الأمريكي يحض طالبان على التوصل إلى سلام مشرف مع سلطات كابول لضمان إعادة أعمار أفغانستان. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا بالصفحة الخاصة بتغطية الحوار الوطني الشامل بعد هذا الفاصل. من جديد، يواصل المشاركون في محور دولة القانون والعدالة الاجتماعية نقاشاتهم ضمن ورشات الحوار الوطني الشامل، وذلك ببحث أهم القضايا التي يرونها من مرتكزات بناء دولة القانون التي يسود فيها الأمن والاستقرار والديمقراطية الحقيقية. المختار بابا والأحمد حضر الجلسة الصباحية لورشة تعزيز دولة القانون ضمن الحوار الوطني الشامل وعد التقرير التالي. تطوير وترسيخ قيم الديمقراطية كمفهوم تحترم فيه كل الآراء والتوجهات هدف من الأهداف العديدة التي يعكف المتحاورون في قصر المؤتمرات على بلورة رؤية موحدة والشاملة يساهم في طرحها ممثلون عن كل الأطراف التي رحبت بالحوار نهجا وتبنته وسيلة تمكن النخب الوطنية من الجلوس على طاولة واحدة لتشخيص حاجيات المجتمع وتطلعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبحث أنجع السبل التي تضمن العدالة الديمقراطية في دولة القانون. عدنا يوم مداخلة، ومداخلتنا كان حول الوحدة الوطنية. قلنا الوحدة الوطنية ياسم ناس مسيسبية ودايرتها في البانها ماشية تجر بها موريتانو وشعب موريتانو في دول الخارج، وهذا نحن ما لنا قابلينه ولا لنا اللي نقبلوه. الحلول اللي عندنا هي مسألة واحدة، ان هذه المدارس العموميه وهذه المدارس الخصوصيه يلطا تنطقى بتاتا عن موريتان الى نوفوباك. الترك لين يقراوا في بلاده كامل من السنه الاولى لين السنه السادسه شو كان نوفوباك. الدور تترسخ فيهم وحده الوطنيه غصبا عن كل الواجز كل رقاش ما يبقى تخلق دور تخلق. حزب التحالف الشعبي التقدم يقدم اقتراحات تتعلق بتعزيز الوحده الوطنيه، تعزيز دوله القانون، المساواه بين ابناء الشعب الموريتاني. شعب متسامح متراحم متوحد تسود العدالة فيه، وهذا ما يقدر يخلق ما أفضل المساواة. بلد ما في عبودية ولا في مخلفات عبودية، بلد أهل متساوين متراحمين ينعم بالمحبة والتراحم. جينا لا يشدوا على يد الرئيس والمحاورين، خاصة أن تولدت عندنا قناعة أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج بالبلد من هذا المطبات اللي يمر بها، خاصة أن إذا تزاحمت الآراء خرج الصواب، والصواب هو الهدف المنشود. الإرهاب خطر واستشعر الحزب على أنه موجود، واعتبرنا على أن يجب مكافحته أيضا. قضية المأمورية فم استحداث نائب الرئيس، احنا ما نشوف ذاك لكنه يحتاج الوجود منصب ليخرق عبء على الميزانية. بالنسبة لنا احنا كمجتمع مدني تركيزنا على القضايا الوطنية، ما وللأسف الأغلبية تركز على قضايا سياسية ونحن تركيزنا على القضية الوطنية والتنمية والاقتصاد والتعليم بالأخص والصحة. ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية ركزت في جلسة اليوم على تبيان دور الأحزاب السياسية والنقابات والتكتلات المستقلة في تعزيز التعاون الإقليمي في المجال الأمني وترقية السياسة المحلية التي تجعل المواطن الموريتاني يعيش بأمن واستقرار في وطن تتساوى فيه الفرص والحظوظ أمام الجميع.
ورشة الإصلاحات الدستورية تركزت عملها في اليوم الثالث ضمن جلسات الحوار الوطني الشامل على بحث ونقاش مواضيع تتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الشيوخ والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية، وهي من بين المواضيع المدرجة للنقاش خلال جلسات الحوار في هذه الورشة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير فاطمة تومت محمد محمود. المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الشيوخ والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية مواضيع بارزة بحثها المشاركون في ورشة الإصلاحات الدستورية على طاولة جلسات الحوار الوطني الشامل. كما شكلت هذه الجلسة فرصة للنقاش وتبادل الآراء بين النخب والأطياف السياسية المشاركة في الحوار بغية التوصل لنتائج من شأنها دعم المسار الديمقراطي للبلاد وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيد مبدأ التناوب السلمي على السلطة. نحن في ورشة الإصلاحات الدستورية، هنالك بطبيعة الحال آراء متباينة، اختلاف الآراء، ولكن هذه مسألة طبيعية نتيجة لاختلاف المشارب الفكرية والقناعات السياسية. من جهة هنالك مشاركة واسعة من مختلف الطيف السياسي بشقيه موالات ومعارضة، موريتانيا ومثلين موريتانيا في الخارج، ميكانيزمات المجتمع المدني، ونأمل أن نخرج بمخرجات جد إيجابية تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات الديمقراطية من جهة، ولكن أيضا تلبي حاجات المجتمع الموريتاني في تطلعه لإقامة نظام سياسي مستمر. اليوم كنا في هذه الورشة اللي تتعلق بمراجعة الدستور، وفيها عدة مواضيع جيدة وأساسية في المسار الديمقراطي وفي بناء الدولة الموريتانية وحداثتها وتقدمها ومنها واستقرارها. ودعا المشاركون في مداخلاتهم كافة التكتلات السياسية إلى التحلي بالمسؤولية في خوض مسار الحوار وتوحيد الآراء، كما ثمنوا المواضيع المطروحة للنقاش. الحوار مهم وأساسي بالنسبة للشعب الموريتاني، وهذا القصد من هذا الحوار. إياك الشعب الموريتاني يجبر مكاسب لاهي، يجبر منها نجاح. ننصح جميع المتحاورين في هذه الورشات أنهم يتحلوا بالنقاط اللي في الأوراق، كل ورشات تتحلى بالنقاط اللي عندها. إن نعوج عن نقاط أخرى هذا لا يجيب لنا شيء من المتاهات اللي ما لابد منه، لأن نأخذ هذا الحوار بأي مكسب مكاسب. الشعب يتحرانا ويدور يشوف هذه المكاسب والمخرجات اللي تنتج عن هذا الحوار. وينتظر أن تكون مخرجات ورشة الإصلاحات الدستورية توافقية بين جميع الفرقاء السياسيين بما يخدم المصلحة العامة ويضمن التوطيد الديمقراطي في البلاد. وتناقش ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية ضمن جلسات الحوار الوطني الشامل 12 موضوعا ذا صلة بالشأن السياسي والانتخابي، ومن بين هذه المواضيع تنظيم انتخابات البرلمانية المبكرة وسن الترشح واللجنة الوطنية للانتخابات. ويسعى المشاركون في هذه الورشة إلى تعزيز مكتسبات الحوار وتطبيقها بالكامل. ناقشت ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية في جلستها اليوم مواضيع متعددة، من بينها تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة الجميع. المشاركون في هذه الورشة ثمنوا أهمية الحوار في تقدم الشعوب نحو الازدهار والتقدم، مطالبين بضرورة تطبيق مقترحاتهم في هذا المجال. نختصر نقول بأن الموريتانيين اجتمعوا وفهموا أن الحوار هو الأسلوب الحضاري اللي يمكن أن يقدم الدول ويمكن أن يقدم الشعوب. لذلك الموريتانيين اليوم يجتمعون على القضايا المهمة والحساسة والمصيرية والتي تهم مستقبل البلد بصورة عامة. المقترحات المقدمة في الحوار يجب أن تطبق بحذافيرها، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون الحوار ذا مصداقية وذا أهمية. فعلا هاي ورشة إشكالات سياسية والانتخابية بالنسبة لهاي الورشة، وناقش فيها نقاط عديدة، من أهمها قضية حوار 2011 كيف نحافظ على مخرجاته وتطبيق ما بقي منها، وكانت التدخلات شو اللي تصب في هذا الموضوع، ما فهم متدخل ما تدخل في هذا الموضوع. لكن أهمية أن حوار 2011 كان له أهمية قصوى. إشكالية سن الترشح للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجالس الشهوية التي طالب البعض بإشراك الشباب فيها، والنسبية في الانتخابات وتقليص التمثيل في البرلمان وإن اختلفت آراء المشاركين حوله، مواضيع هي الأخرى حظيت بالنقاش والتدارس. احنا في هاي الورشة اللي تم بالقضايا السياسية والانتخابية ناقشنا موضوع النسبية توسيعها وإن اختلفت الآراء، لأن بالنسبة لنا احنا بعد الآن التوجه صار
توسيع دائرة المشاركة الشعبية في السلطة وبالتالي زيادة عدد البرلمان. من ناحية الموضوع اللي ناقشنا هون أنا طلبت فيه والله اقترحت عن اللي ينقال له مستقل الانتخابات عنها تعود من مدة مزكية تعود فيها بعض العلماء والله لين ملج الله وتعود فيها ليساج ناس اللي كبار محترمة اللي ما هي قاعد في حزب ما تتمري حزب ولا عندها أي انتماء سياسي. طرحنا هون مطالب من يامس نطرحوها، طرحنا مطلب الأول هو لائحة وطنية للشباب، طلبنا أيضا على المجالس الجهوية على أنها تعود فيها تمثيل للشباب لا بأس به، وعلى أن يعود فيها رقاش دبلومي نخبة لا بد، المجالس الجهوية لله تعود مسؤولة عن الولايات لا بد يعود فيها على أقل تقضية رقاش عنده باك بليس دي. كما تمت الدعوة إلى مراجعة مؤسسة المعارضة الديمقراطية والقانون المنظم للأحزاب السياسية وتمويلها والشفافية في تسيير الشأن العام والمال السياسي وتمويل الأنشطة السياسية. وفي كل هذه المواضيع ناقش المشاركون السبل الكفيلة بتحسينها حتى تتماشى مع تطلعات الجميع. وترقب الشارع الموريتاني نتائج الحوار الوطني الشامل معلقا آمالا جسيمة عليها خدمة للمصلحة العامة. وكباقي الورشات وصلت ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية ضمن الحوار الوطني الشامل أشغالها في اليوم الثالث، حيث ناقشت المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الورشة. نتابع ورقة عن أشغال هذه الورشة مع يعقوب الصوفي. التوزيع العادل للثروة، تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، مواضيع من بين أخرى أشفعت نقاشا من قبل المشاركين في ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية خلال هذا اللقاء المنظم ضمن جلسات الحوار الوطني الشامل. ممثل الأحزاب السياسية والنقابات المشاركين في هذه الورشة عبروا عن أهمية المواضيع التي تم التطرق إليها والتي ستساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتسريع نمو المنتوج المحلي. أنا لجميع الجوانب الاقتصادية والمالية وتناقشت جميع الأحزاب فيها من منظمات مجتمعات مدنية ومن نقابات الناس اللي مشاركة كاملة وكلها بدأ بوجهة نظره وبدأ باراه وتناقشت وازدحموا الأفكار كاملة، لأن تزدحم الأفكار يقول مثلا إذا تزاحمت الأفكار خرج الصواب. ناقشت هذه الورشة الكثير من النقاط في الأمس واليوم في قضية تشجيع الاستثمارات وتعديل محكمة تفعيل محكمة الحسابات وإنشاء محاكم متخصصة في مجال الجرائم الاقتصادية ومراجعة اتفاقيات الصيد وإنشاء صندوق خاص بدعم المعادن وتشجيع الزراعة والتنمية المستدامة. ناقشنا عدة مواضيع كانت مهمة وأساسية وأعتقد أنها إن شاء الله دور تعدل المخرج مهم وأساسي لهذا البلد والأجيال الصاعدة بإذن الله تعالى. ورشة الحكامة الاقتصادية العمل فيها يسير على ظروف جيدة للقاية، النقاشات جيدة، الطرح جيد، الكل يتكلم بكل أريحية وبدون إحراج يطرح المشاكل القائمة، يتساءل، الردود لا بين المتحاورين بينهم، كلها يقدم اللي عنده، هذا إلى حد الآن هو اللي يصير بهذا الحوار الشامل الجيد. ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية من بين الورشات التي ميزت فعاليات الحوار الوطني الشامل الذي يأمل الموريتانيون منه بحث السبل الكفيلة بتطوير الاقتصاد الوطني، ويأملون كذلك في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات. تمثل الإصلاحات الدستورية أحد الملفات المطروحة للنقاش في ورشات الحوار الوطني الشامل. الورقة التالية مع الشيخ المحيمي تستعرض مضامين الإصلاحات الدستورية. ملف الإصلاحات الدستورية حاضر بقوة في أجندة الحوار الوطني الشامل، وذلك بالنظر إلى عديد المرتكزات التي تنطلق منها الإصلاحات الدستورية. صلاحيات الهيئة الدستورية واستحداث وظيفة نائب الرئيس ومراجعة المادة المتعلقة بسقف عمر المترشح لمنصب رئيس الجمهورية نقاط استحوذت على النصيب الأكبر من وقت النقاشات ووجهات النظر. الإصلاحات الدستورية فيها الكثير من التباين حول مستواها وكيفيتها والطرق التي ستنفذ بهذه التعديلات الدستورية. برزت بالأمس واليوم إشكالية تتعلق بالمأموريات وتتعلق أيضا بسن الترشح
وهناك تباين في الطرح كبير حول هاتين القضيتين. البعض يرى أن المادة المحصنة في إحدى المواد المحصنة والداعية إلى اليمين الرئيس المنتخب أمام رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية ومكتبيهما ستتعرض للتعديل نظرا لتوافق الفرقاء على إلغاء مجلس الشيوخ. ومن هذا المنطلق يرون أن إلغاء مادة محصنة ينزع القداسة بشكل تام عن بقية المواد المحصنة من الناحية القانونية وحتى السياسية. الإصلاحات الدستورية المطروحة من بين مضامينها كذلك شعارات الدولة ورموزها وتشكيلة المجلس الدستوري ومراجعة تمثيل الولاية في البرلمان، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، وهي من جملة النقاط المبرمجة للنقاش في التداول بين أطراف الحوار. إلى حد الساعة عندنا عن رئيس الجمهورية في حالة عجزه عن القيام بمهامه فعلا. فم رئيس مجلس الشيوخ يعطي ضمن ديك المسؤوليات بعد 45 يوم يخلقك الخلق، هذا هو اللي في الدستور الموريتاني هو اللي مصوتين عليه هو اللي مهامنا نحتفظ به إلى أن يجد جديد إن شاء الله. أجواء العمل الجو صاخب حامي، النقاش حاد يغار، بعد الوجهات النظرية تكاد تتقارب شيئا فشيئا. المراقبون ينظرون إلى ملف الإصلاحات الدستورية من زاوية سخونة الطرح والنقاش، وهي مسألة تهيئ من وجهة نظرهم للخروج بنتائج عميقة. برنامج المتفق عليه في هذه الورشة برنامج جيد وجيد جدا للإصلاحات الدستورية، ولا يعدل يعطي دفع معنوي للولادة إن شاء الله إلى توافقت عليه الجماعة. والله ذوك الإصلاحات منها اللي توافقت عليها جيدة جدا، خاصة هذه اللي تعني السن ومجلس الشيوخ، قدر من الإصلاحات ضرورية وضرورية جدا تراجع باللي الدستور عمل وعدل وعمل إنساني، ولا يطلب دائما شي مذاك مراجعات يقدر ديك مراجعات يلا تراجع لذوك النقاط شافت النخبة السياسية أنها ضروري تغير. وثيقة ملف الإصلاحات الدستورية في الحوار الوطني الشامل أبرزت في جوانبها النظرية حتى الآن اهتماما كبيرا من قبل فرقاء المشهد السياسي الوطني بما يؤسس في نظر الكثيرين لقواعد صلبة في الإصلاح الدستوري. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة ستتناول موضوع التعديلات الدستورية المدرجة ضمن مواضيع الحوار الوطني الشامل. ونصل الآن إلى ختام الصفحة الخاصة بالتغطية المواكبة للحوار الوطني الشامل، والنشرة تتواصل بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. انطلقت صباح اليوم في مدينة وذيب وعمل الورشة التحسيسية حول العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمنة أهم الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان المنظمة لصالح القضاء وعوان القضاء ومنظمات المجتمع المدني في ولاية داخلة وذيب. يهدف اللقاء المنظم بالتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتعاون الألماني لتعميم ونشر مبادئ وقيم حقوق الإنسان على كافة التراب الوطني. أزيد من 40 مشاركا يمثلون القضاة وأعوان العدل والمحامين والهيئات الجمعوية والصحافة على مستوى مدينة وذيب يستفيدون من ملتقى تحسيسي حول الطبعة الخاصة من الجريدة الرسمية التي تحتوي على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان منظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالتعاون مع التعاون الألماني. ويرمي هذا النشاط إلى تعميم ونشر مبادئ قيم حقوق الإنسان على عموم التراب الوطني من خلال وضع النصوص الدولية بين أيدي القائمين على تنفيذ القانون تمشيا مع احترام بلادنا للآليات الدولية المتبعة في هذا الشأن. إن العدد رقم 1326 من الجريدة الرسمية موضوع ورشتنا هذه والمتضمن أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا هو خطوة متقدمة بسبيل وضع هذه النصوص الدولية بين أيدي القائمين على إنفاذ القانون. الأمر الذي طالما شكل
مطلبا ملحا من طرفهم كما يعد تحقيقه متماشيا مع احترامنا لالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي نالت عناية خاصة في الفترة الأخيرة. وقد نوهت مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها آلية الاستعراض الدولي الشامل واللجان التعهدية بهذا الإنجاز المعتبر. أيها السادة أيتها السيدات، لقد عبر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في عدة مناسبات عن حرص بلادنا على احترام جميع النصوص الدولية شريطة مطابقتها للشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد أحمد الحدامين على ترجمته على أرض الواقع. أما ممثلة التعاون الألماني ببلادنا السيدة إيفا رانج فقد استعرضت مجالات تدخل برنامجها في مجال تعزيز وترقية حقوق الإنسان، مبرزة الجهود المبذولة من طرف بلادنا من أجل تكريس وتعزيز منظومة حقوق الإنسان. وأشارت السيدة إيفا إلى أن برنامج الشراكة مع بلادنا قد أثمر نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحسيس وتوعية المعنيين بثقافة حقوق الإنسان وتكريس القوانين والنظم الدولية المعمول بها في هذا الجانب. نقاشات وعروض هذا اللقاء الذي يدوم يومين تتعرض للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا قراءة في مضامين العدد الخاص بالجريدة المتضمن أهم الاتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا سبيلا لمواءمتها مع تشريعاتنا الوطنية بما يكفل التطبيق الأمثل لها. احتضن مركز التكوين والتبادل عن بعد في نواكشوط صباح اليوم عمل ورشة علمية حول الحماية في مجال المعلوماتية. الورشة التي تدوم يوما واحدا نظمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال. هنا في مركز التبادل عن بعد نظمت شركة كليب للخدمات هذه الورشة في مجال المعلوماتية والاتصالات اللاسلكية تحت إشراف مباشر من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع الشركاء وبعض القطاعات الحكومية بهدف وضع نظام دائم لحماية المعلومات. إن تعزيز أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرارية لأنشطة شرط أساسي لا غنى عنه لتنمية مجتمع المعلومات وترسيخ الثقة بين مستخدمي أدوات وتطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. ومن أجل الحد من السلبيات المتعلقة بالإنترنت خصصت الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة والتقنيات الإعلام والاتصال 2012-2016 حيزا مهما لأمن المعلومات وحماية المستخدمين. وأعلن بركة الله باسم وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال افتتاح الورشة المتعلقة بأمن المعلومات والاتصالات اللاسلكية. المشاركون في هذه الورشة تناولوا بالتحليل والنقاش المحاور البارزة في الملتقى، مستعرضين الإجراءات التي تتخذها الشركات العالمية العاملة في المجال لحماية نظامها الداخلي بشبكة معلومات آمنة. حماية التشغيل المعلوماتي للشركات الوطنية والمؤسسات الكبرى في الدولة أهداف من بين أخرى يسعى المشاركون في هذه الورشة إلى تحقيقها عبر آليات محددة للحد من السلبيات المرتبطة بالإنترنت، وهو ما سيوفر الحماية الدائمة للبيانات الخصوصية طبقا للقوانين المعمول بها في بلادنا. على غرار المجموعة الدولية احتفلت بلادنا اليوم باليوم العالمي للمعلم، وذلك تحت شعار الرفع من قيمة المعلم وتحسين وضعيته. وبهذه المناسبة نظمت منسقية النقابة الوطنية للتعليم الأساسي والثانوية تظاهرات شملت إلقاء محاضرات وتنظيم نقاشات وأنشطة ثقافية واجتماعية وفنية مختلفة تناولت واقع المدرسة بين الأمس واليوم. قد استعرض مسؤول نقابة التعليم أهداف هذا اليوم العالمي الذي تم إقراره منذ 1994 من طرف منظمة اليونسكو، كما تناول النقابيون الوضعية المهنية للقطاع والعقبات التي تعترض التعليم في بلادنا. نظم تكتل شبكات ومنظمات المجتمع المدني مساء أمس مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن تشكيل مكتب وطني للمرشد شبه قانونية. ومن المتوقع أن يعزز هذا المكتب دور المجتمع المدني في بلادنا.
مشاهدينا نشرتنا متواصلة، ولكن بعد النشرة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. شكرا للغالي، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد لهذه الليلة. نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. تعهد الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل بتقديم 1,200,000,000 يورو لأفغانستان. يأتي ذلك وسط توقعات بأن تخصص ألمانيا لوحدها 1,700,000,000 يورو لإعادة إعمار وتنمية أفغانستان خلال السنوات الأربع المقبلة. وقعت مجموعة إيران خودرو لصناعة السيارات وشركة بيجو سيتروين الفرنسية اتفاقا يهدف إلى إنتاج أكثر من 1,000,000 سيارة بحلول عام 2025. ستصدر منها نسبة 75% إلى إيران ودول من الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال المدير التنفيذي لشركة بيجو سيتروين الفرنسية أن الاتفاق يتعلق بإنشاء شركة مشتركة لصناعة السيارات في إيران. ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية في وقت يحاول فيه البنك المركزي الأوروبي زيادة الأسعار وسط بقاء نسب البطالة على حالها. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. بلغ التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوياته منذ عامين، وهو خبر سار للبنك المركزي الأوروبي الذي يحاول زيادة الأسعار، لكنه لم يفرح المحللين وسط استمرار نسب البطالة على حالها. ويسعى البنك المركزي الأوروبي منذ عامين لتنشيط حركة الإقراض لإنعاش النمو والتضخم في دول منطقة اليورو، ولم تتراجع نسبة البطالة منذ 4 أشهر، وما زال سقفها فوق 10%، وهو الأمر الذي يثير قلق الخبراء. وتتزايد المخاوف في منطقة اليورو بإضافة 8,000 شخص إلى العاطلين عن العمل، وهي الزيادة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. من جهة أخرى، ما زالت الفوارق الكبرى قائمة بين البلدان التي تبنت العملة الموحدة، وأعلنت ألمانيا ذات الاقتصاد الأقوى في منطقة اليورو عن زيادة ملحوظة لنسبة البطالة، وبلغت نسبة البطالة الإجمالية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الآن نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام أخبار الاقتصاد لهذه الليلة، عودة إلى الغالية بعد الفاصل. شكرا لك عدنان عبد الله، أهلا بكم من جديد. دوليا في هذه النشرة، حض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم حركة طالبان على التوصل إلى سلام مشرف مع سلطات كابول لضمان إعادة أعمار أفغانستان التي تشهد حربا منذ عقود. قال كيري خلال مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل إن هناك طريقا نحو نهاية مشرفة للنزاع الذي تخوضه حركة طالبان والذي يستحيل الانتصار فيه على ميدان المعركة. اعتبر كيري إن اتفاق السلام الذي أبرم الشهر الماضي بين زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار وحكومة كابول يشكل نموذجا لما يمكن القيام به، وأنه سيحقق هدف طالبان بدفع القوات الأجنبية إلى مغادرة أفغانستان بعد 15 عاما على تدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من أجل الإطاحة بنظام طالبان من السلطة.
وقعت مشادة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي خلال المناظرة التي أقيمت بولاية فيرجينيا، وتبادل الطرفان الاتهامات في محاولة لتشويه الخصم أمام الناخبين. وأقل مايكل بنس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الاتهام لهيلاري كلينتون، معتبرا أنها وراء الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وأن الأسرة الأمريكية بالخارج عانت أثناء وجودها في منصب وزارة الخارجية. فيما رد تيم كاين المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بأن كلينتون تعمل على توظيف المواطنين في حين يتوقع من ترامب طردهم، وأن لديه خطة ناجحة بهذا الصدد، كما أن لها خبرة طويلة وإنجازات على أرض الواقع في الوقت الذي يبني دونالد ترامب مجده على حساب الآخرين ومهاجمتهم حسب تعبيره. إلى كوريا، حيث أدى الإعصار تشابا الذي ضرب المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية إلى سقوط ما لا يقل عن 3 قتلى، وغمر الميناء الرئيسي في البلاد والمواقع الصناعية بالمياه، ومعطلا الإنتاج في بعض المصانع. وصاحبت هذا الإعصار رياح عاتية وأمطار غزيرة. اجتاح الإعصار تشابا المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية برياح عاتية وأمطار غزيرة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وغمر الميناء الرئيسي في البلاد والمواقع الصناعية بالمياه وتعطيل العمل في بعض المصانع، إضافة إلى أضرار مادية. وسجل متوسط سقوط الأمطار أكثر من 100 ملم في جزيرة جيجو، وتسبب الإعصار في إلغاء أكثر من 110 رحلات جوية في جميع أنحاء البلاد، مع تعليق الملاحة البحرية المحلية والدولية في المناطق. كما تأثرت حركة القطار السريع بالرياح القوية والأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار. كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن 25,000 منزل في الجزيرة، غير أن الخدمة الكهربائية عادت لنحو 8,000 منزل، وما تزال عملية إعادة تأهيل شبكة الكهرباء جارية. تتزايد سفن الإنقاذ في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حيث تم إنقاذ أكثر من 10,600 مهاجر خلال 48 ساعة. وتكثف سفينة الإنقاذ أسترال التابعة لمنظمة خيرية إسبانية جهودها لمساعدة عدد من اللاجئين الذين كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ وسفينة خشبية كبيرة وهم في وضع خطر قبالة الساحل الليبي. واستمرت عملية إنقاذ هؤلاء المهاجرين من الفجر وحتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. بعد الفاصل النشرة الرياضية مع عبد الرحمن سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للقالي عمر شين، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جديد أخبار الرياضة لهذا المساء. تقرر رسميا تقديم موعد المباراة الدولية الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المرابطون بنظيره الكندي ضمن أيام الفيفا الخاصة بالمنتخبات الوطنية إلى يوم غد الخميس. وكان من المقرر أن تجرى هذه المباراة يوم الجمعة المقبل قبل أن يتم تقديم موعدها بيوم واحد بقرار من الشركة المنظمة لأسباب تتعلق بتنظيم انتخابات محلية بالمملكة المغربية يوم الجمعة. وستنطلق المباراة ابتداء من الساعة 4 مساء بملعب مراكش الدولي. كان المنتخب الوطني قد قادر العاصمة يوم الاثنين الماضي إلى المغرب، حيث التحقت به العناصر الدولية المستدعاة لهذه المواجهة الودية وأجرى عدة حصص تدريبية خلال اليومين الماضيين. جديد أخبار البطولة الوطنية لأندية القسم الأول في كرة القدم نوافيكم به بعد هذا الفاصل. تمكنت الفرق الوافدة حديثا إلى الدوري الأول لكرة القدم من تحقيق مفاجآت مدوية بعد انقضاء جولتين من البطولة، وذلك باحتلالها لمراكز الصدارة في الترتيب المؤقت كما هو موضح بالنقاط في الجدول التالي.
أعلن نادي إف سي نواذيبو عن تعاقده مع مدرب جديد خلفا للمدرب التونسي يمن زلفاني. المدرب الجديد الذي سيقود الدفة الفنية للنادي البرتغالي هو الجزائري مصطفى سبع البريق من عمر 53 سنة. وكان مصطفى سبع يشغل مهمة محلل رياضي معتمد لدى التلفزيون الجزائري بعد اعتزاله للاعب دوليا بشكل مبكر بسبب الإصابة. وخلال المشوار الرياضي للمدرب الجديد للنادي البرتغالي أشرف على تدريب المنتخب الجزائري دون 17 سنة العام 2002، كما درب أندية كثيرة من أبرزها مولودية قسطنطينة، شبيبة سكيكدا، اتحاد بسكرة. وكان نادي أمل الأربعاء هو آخر نادي يدربه مصطفى سبع قبل أن يستقيل من تدريبه منذ أسبوعين فقط، وذلك بسبب المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها النادي الناشط في القسم الثاني بالدوري الجزائري لكرة القدم. وسيكون الاختبار الأول للمدرب الجديد أمام حامل اللقب فريق تفرق زينة في كلاسيكو كرة القدم المحلية خلال 15 من الشهر الجاري. عبر عدد من لاعبي الفرق 16 المشاركة في منافسات الدورة الثانية عشرة لبطولة القرية الحسنية. قولوا نحن عن استفادوا منها. استفادوا منها وحدين هنا تشيا من حمد المولانا ذاك حتى. من أي مستوى رياضي ثقافي؟ مستوى الرياضي والثقافي. الحمد لله. شاركوا من فرق كان تبارك الله بطولة زينة. لكن البطولة قد يأخذ منه نجوم في المستقبل. قد بعد يأخذ منه نجوم المستقبل. شو ما عندك المستوى العام للبطولة واللاعبين شفتهم؟ هم في لاعبين نبعث بهم لعابة قد يأخذ منه نجوم ولي فرق كان تبارك الله. أنا باسمي مدرب فريق إف سي بوتيدم الناشئين، كنا مشاركين بطولة القرية الحسنية الناشئين، شاركنا مشاركة جيدة، كان هم فرق على مستوى رائع، بطولة تنظيم ما في اي شيء، تنظيم رائع واداء لاعبين كبار. بالنسبه لي انا مولي عندي ظاهر لي عن هاي البطوله مساهمه كبيره في تطوير واكتشاف مواهب رياضيه مستقبلا قد يستفاد منها المنتخب الوطني وتستفاد منها الانديه الموريتانيه الدرجه الاولى كل الدرجات. واملنا ان شاء الله تواصل هاي المسابقه هاي البطوله واملنا هو مواصله والتطوير تطوير الرياضه. كان ذلك العنصر المتعلق بتعبير عدد من لاعبي الفرق 16 المشاركة في منافسات الدورة الثانية عشرة لبطولة القرية الحسنية الخاصة بفئة الناشئين أقل من 17 سنة، وتعبيرهم عن الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه البطولة على الصعيد الجهوي نظرا لحجم المواهب التي تخرجها وتلك التي تشارك في فعالياتها كل موسم. مشاهدينا الكرام، ختام نشرتنا الرياضية المسائية هذه بلقطات مميزة ترصد لحظات فصول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون إلى مدينة مراكش المغربية استعدادا لملاقاة نظيرهم الكندي مساء غد الخميس. إذن نتمنى الموفقية لمنتخبنا الوطني الأول المرابطون في لقائه يوم قد بمدينة مراكش المغربية أمام نظيره الكندي. وبهذه الصور نأتي على ختام نشرتنا الرياضية هذه. أشكركم على كرم المتابعة، وبعد الفاصل العودة إلى القالية أعمر شين. شكرا لك عبد. مشاهدينا، ختاما لهذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. جلسات الحوار الوطني الشامل تتواصل في قصر المؤتمرات، وورشاتها الأربعة تناقش مختلف الاهتمامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن.
نواليب تحتضن ورشة تحسيسية لعرض العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمن الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وزير الخارجية الأمريكية يحض طالبان على التوصل إلى سلام مشرف مع سلطات كابول لضمان إعادة أعمار أفغانستان. شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة المنتصف بعد قليل. برنامج تحت الضوء مع أحمد دول شريف المختار.